كيف تقيمون الإقفال العام حتى الساعة؟ وما هي نسبة التزام المواطنين مع الإجراءات المتخذة؟ وهل انخفض عدد المخالفات؟ نحييكم، نحيي جميع المشاهدين. في لهلا يعني فينا نقول نسبة الالتزام نسبة عالية إيجابية، في تعاون كثير كبير من المواطنين رغم الأوضاع الصعبة. نحن مستمرين كقوة أمن داخلي، بالإضافة لجهدنا بالوضع الأمني كمان في عنا جهد حماية الناس في بالأمن الصحي. توصلنا حاليا لتنظيم محاضر، ونحن هيدا يعني عم نقول يعني اخر يعني احد الحلول يلي هي نحن ما بنحب يعني نلتجئ لها الا بالظروف يلي صعبه، يعني ونحن مضطرين هلا ننفذ القانون بالاشخاص يلي عم يستهتروا يلي عم بيخالفوا للهدف حمايتهم بالاساس. فنحن للساعه 12 يعني تم تنظيم حتى الساعه 12 14125 محضر يعني من نهار السبت لهلا، ونحن بعدنا مستمرين بوتيره نفسها لحماية الناس. في بعض الملاحظات من قبل المواطنين أن تواجد القوى الأمنية عم بيكون بمناطق محددة، يعني ما عم بيكون بكافة المناطق، كيف تعلقون على هذا الأمر؟ موجودين بكل المناطق. اللي بحب اللي عم يسأل هالسؤال بحب يرجع لمواقع التواصل الاجتماعي لدينا، كان تويتر أو فيسبوك، بنشوف الحواجز يعني بالصورة المجردة وبالعين المجردة، انه قادر الشخص يشوف كان فيديو او صور بكامل المناطق اللبنانيه. صورنا حتى في يعني صور يعني حواجز بضيع يمكن يعني باخر لبنان يعني بالاطراف، لا قلب لبنان او للوسط للمركز يعني ببيروت.